السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في درس جديد اللي هو تكبير وتصغير الأشكال الهندسية. نشوفوا الأهداف التعليمية شنو اللي مطلوب منا. إنجز تكبيرا أو تصغيرا لشكل بمقدار معلوم يحدد نسبة تكبير أو تصغير لشكل. نخدموا على لنبحث جميعا. ألف، نقيس بالسنتيمتر أطوال أضلاع كل شكل ونكمل ملء الجدول. لدينا الشكل الأول ثم الشكل الثاني، الأضلاع ديال كل واحد. يعني في ب، هل أعداد الجدول متناسبة؟ إذا كان الجواب بنعم فما هو معامل التناسب؟ جيم، نكمل الجملة التالية، الشكل اثنان هو للشكل واحد بمقدار. إذن ناخذ مسطرة، إذن عندي الشكل الأول اللي هو هذا، نقيس هذا الضلع. إذن عندي واحد سنتيمتر بالنسبة لبي سي، واحد سنتيمتر. نشوف أسي شحال عندي فيها، أسي هي عندي واحد سنتيمتر. أبي نشوفو، أبي انت هي واحد سنتيمتر. مزيان، شوف الشكل الثاني، شوف بي سي شحال عندي فيها، عندي ثلاثة سنتيمتر. أسي أيضا ثلاثة سنتيمتر، ثم أبي نفس الشيء 3 سنتيمتر. مزيان، إذا كان هل الجدول أو هل أعداد الجدول متناسبة؟ إذا لاحظوا معي، باش ننتقل من هذا لهذا أشنو كندير؟ كنضرب في 3، مفهوم؟ 1 و 3 بحال شديت هاد الضلع ضربته في 3. مزيان، إذا عندي 1 1 1 3 3 3، ما كنلقاش عندي 1 1 1 وهنا 3 4 5. إذا هذا الجدول، هذا أعداد الجدول، أعداد الجدول متناسبة. الجواب اللي غيكون هنا هو نعم، أعداد الجدول متناسبة. قال لك إذا كان الجواب بنعم فما هو معامل التناسب؟ مزيان، باش نلقى معامل التناسب أش كندير؟ هاد الضلع كان كيساوي ليا 1 ولا كيساوي ليا 3؟ كيفاش درت ليها؟ يعني أشنو درت؟ ضربت في 3، يعني ضربت 3، خديت 1 سنتيمتر ديال بي سي ضربتها في 3، عطاتني 3 سنتيمتر في بي سي. مزيان، يعني معامل التناسب هو 3. جيم، نكمل الجملة التالية، الشكل اثنان. الشكل اثنان مالو؟ شوف بالنسبة لهذا كيمثل تكبير، هو تكبير للشكل واحد بمقدار 3، بمقدار 3، يعني معامل التناسبية. تمرين رقم 1، ألاحظ المثلثات التالية ثم أحدد المثلثات التي هي تكبير للمثلث 6، يعني هذا هو المثلث السادس ولا 6، المثلثات التي هي صغير للمثلث 4. يعني نشوفوا بعد المثلثات اللي كتمثل لي تكبير المثلث رقم 6، شحال عندي هنايا؟ يعني عندي تقريبا مربع هنا وهنا مربع مربع. إذا نجيو نشوفو هاد المثلثات شكون كيمثل تكبير المثلث رقم 6. عندي مربع وهنا مربع، إذا خصني نلقى في لاباس جوج المربعات وهنا أيضا جوج المربعات باش يكون تكبير، أو لا 4 4. عندي هنايا 1 2 1 2، إذا ها هو الأول اللي هو المثلث 1. هذا لا، علاش؟ إلا ديتو البال هاد الضلع، شوف فين مشى، حنا راه عندي متساوي الأضلاع. هذا لا قائم الزاوية، هذا 1 2 3 4، هنا عندي 1 2 3، إذن لا. نشوف هذا 1 2، هنا 1 2 3 4، إذن هذا لا. نشوف 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، إذن 1 و4، هما اللي كيمثل تكبير المثلث رقم 6. نشوف المثلثات التي هي تصغير للمثلث 4، شحال عندي هنا؟ 4 وهنايا 4، خاصني نلقى 2 2 اللي هو هذا 1 2 1 2، إذن عندي 1 مثلث 1 هو تصغير المثلث 4، وأيضا عندي 6. عندي هنا مربع وهنا مربع، بحال خدينا هنايا هاد 4 تربيعات قسمناها على 4 عطاتنا 1، وهاد 4 أيضا قسمناها على 4 عطاتني 1. المهم هاد الأضلاع يكونوا عندي متساوي، لأن هادو هما اللي كاينين بالنسبة لهاد جوج الأشكال. نمشي للتمرين رقم 2، ألاحظ الرباعيات التالية وأحدد الرباعي الذي هو تكبير للرباعي 1. يعني أين هو الرباعي 1؟ ها هو، بغينا التكبير ديالو. عندي 1 2 3 1 2، خصني نمثل ليا الضعف ديال هادشي اللي عندي،
واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة، إذا عندي جوج غيولي ربعة، وهنا ثلاثة هي ستة، إذا عندي خمسة الشكل رقم خمسة. نجي نشوف هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، أنا هنا عندي ثلاثة، هذا أربعة ما يمكنش. عندي واحد هنا، هنا جوج ما يمكنش، لا دي واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج لا، إذن تقريبا خمسة هو اللي كاين تمايا. الرباعي الذي هو تصغير للرباعي رقم خمسة، كان يعني عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة، كان يعني عندي ستة وعندي أربعة، إذن عندي واحد هنايا. علاش واحد؟ حيت ستة نقسم على جوج كتعطيني ثلاثة، وربعة نقسم على جوج كتعطيني جوج. بالنسبة لنا عندي واحد جوج ثلاثة أربعة، هنا عندي ستة، ستة إلا قسمتها على جوج ما كتعطينيش أربعة، أو إلا قسمتها على ثلاثة ما كتعطينيش أربعة، وإنما كتعطيني جوج اللي هما هادو. يعني شنو قلت أنا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هاد ستة نقسمها على ثلاثة كتعطيني جوج، ولكن هنايا أربعة إلا قسمتها على ستة ما تعطينيش جوج، مفهوم؟ نشوف شي حل آخر. واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج إذا ميمكنش، إذا تقريبا تا هو هادشي اللي عندي فيه. نشوفو اش كتقول لنا القاعدة، دائما في الصفحة 86، حينما نقوم بتكبير أو تصغير شكل هندسي نضرب أو نقسم جميع قياسات الأبعاد في نفس العدد، قياسات الزوايا لا تتغير. مزيان، اشنو قال ليا؟ أنا هذا دابا بغيت ندير ليه التصغير، هذا بغيت ندير ليه التصغير، هذا القياس اللي عندي هنا واللي عندي هنا واللي عندي هنا واللي عندي هنا واللي عندي هنا وهنا وهنا وهنا، كناخذهم وكنقسمهم، حيت كان بين صغر هذوك القياس اللي كنقسمهم على نفس العدد، اتفقنا؟ على سبيل المثال عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، هنا شنو شحال ولا عندي هنا؟ ثلاثة، هاد تسعود نقسمها على ثلاثة تعطيني ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، ثلاثة قسمة ثلاثة تعطيني واحد، أيضا هنا ثلاثة قسمة ثلاثة واحد، ثلاثة قسمة ثلاثة واحد، ثلاثة قسمة ثلاثة واحد، ثلاثة قسمة ثلاثة واحد، إذا أشنو درنا؟ كاع القياسات اللي عندنا كنقسمهم على نفس العدد اللي هو ثلاثة. نجيو نشوفو هنا، عندي هذا الشكل الصغير بين ندير ليه التكبير ديالو، عندي شحال؟ واحد جوج ثلاثة المربعات، هنا واحد، هنا واحد 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 مربع واحد. نجي نشوف عندي هنايا شحال؟ ثلاثة. نجي نشوف شحال اللي عندي هنا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. مزيان، مادام أنه عندي صغير وبغيت نكبر كنضرب في جوج، عندي ثلاثة هنا نضربها في جوج كتعطيني ستة، واحد في جوج كتعطيني جوج، واحد في جوج كتعطيني جوج، وهكذا. إذا إلا بغيت ندير التكبير كنضرب أيضا حتى هو كنضرب في نفس العدد، يعني كنضرب إلا بغيت ندير التكبير، بغيت ندير التصغير كنقسم. وهنا بالنسبة للزوايا راه ما كيتغيروش ليا، ما يمكنش أنا نلقى زاوية قائمة وفاش نجي ندير التكبير نلقاو زاوية منفرجة ولا زاوية حادة إلى آخره، لا، عندي زاوية قائمة كنلقى زاوية قائمة، لقيت فيها 90 هنا حتى هنا تكون 90، لقيت زاوية منفرجة فيها 115 حتى هنا نلقى زاوية منفرجة فيها 115، نفس الشكل ما غاديش نلقى شي ديفيرونس بيناتهم. اذا لهنا نكونوا سالينا التمارين ديال الصفحه هذه، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم.